لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا عبرة المؤمنين يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة وجهت سلامي إليك. سلم عليك. وجهت سلامي إليك وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك. روحي وما ملكت يميني وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوبا حمامة والرداء يا سيد الشهداء. ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء حجر على عيني يمر
بغى الكرى من بعد نازلتي بعترة أحمد. وويلاه أقمار تمن أقمار تمن غالها خسف الردى واختالها بصروفه الزمن الردي سل كربلاء سل كربلاء كم من حشل لمحمد نهبت بغا وكم استجذت لبنو حال سل كربلاء كم من حشر لمحمد نهبت بغا وكم استجذت من يدي صدر الحسين ترقرقت أبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم أبقت شمائله بطيب محتدي جمع الصفات ويا تراثه في كل غطريف وشامل أصيدي في بأس حمزة شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مآبتي أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد أفديه من ريحانة ريانة سعد الله قلبك أفديه من ويا عاد أفديه من ريحانة
ريانتك جذت بحر ضمان وحري مولدي يشكو لخير أبي ضماه وما اشتكوا وويلا ضمان حشا إلا إلى الضامن الصديق ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة مياه رفرف على راسي ترى الطير المنية يا حسين ما خاب يا مقصد الوافد أذن والداحل باب أريد قطرة ماء يربي من العطش ذا غارت عيوني واظلم الوادي علي بويا بويا لا احلف راسك يا بويا لا تنطفئ قطرة مي نار قلبي ما حد كفو من الجمع يوقع دربي برد غليلي وعاين اطرادي وحربي لحمل على الجمال حمل غاشمية واصرخ وخلي الخال تتقرداس على الخال وادع النهار من العجاب جظلام من الليل واملي الوادي من الجثث واجرى الدماء السأل وافني العدا واتراك مطارق ومخلية الظن عزيز الظن حشاشة يوم ما يعرف عزازة اللي فقد ما يعرف عزازة هالظن إلا اللي فقد والله لو سألت الصالحة والصالحة أقول له يعني شو خاطرك الآن قال أضم لو بس اطلع من قبره وأضم إلى صدري ويروح ضم بصدره والدم ابشر يا عقلي كان من طلبتك ما وان كان يا ابن الماء وياي
يقول هذا طرم اللي يوسف اكسر اروح لغيره. يا طر قال ادخل على بنزين. يا سيوف حربي عاد بسكم لا تنامون يا ابني قدم لي الميمون وكفي الخواتك عقاب عيني لا يضيعون ارجع بوم الارض يا المدينة يا ضي العهد أين الصارخون وأحسن لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أعتذر من أخي وعضوضي وصاحبي ورفيق دربي أبا محمد سماحة الشيخ جاسم الدمستاني حفظه الله ورعاه وأيده من أضخم وأروع مؤسسات الإسلام على الأرض هي الأسرة المسلمة يعتبر الإسلام العظيم أن الأسرة المسلمة هي من أضخم مؤسساته على الأرض ومن أروع مظاهر تجسيده على الأرض عندما تلتزم هذه الأسرة أي يلتزم كل أفرادها بنظم الإسلام وقوانين الإسلام وتشريعات الإسلام عندما يطبق أعضاء أو أفراد هذه الأسرة الإسلام في واقعهم المعاش فلذلك يقال أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع لأن الذي يغذي المجتمع بالأفراد أو بالخامات أو بالنماذج البشرية المؤهلة لإعزاز المجتمع أو صناعة المجتمع هي الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع
فلذلك يكلف الإسلام كل فرد في هذا العالم بالكثير من الأدوار والوظائف، يفرض عليه حقوقا ويفرض له حقوقا، وتتبلور تلك الحقوق التي لك أو التي عليك في وظائف وأدوار رائعة. وعلينا قبل أن نذكر بعضا من تلك الوظائف والأدوار علينا أن ندرك حقيقة مفادها أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، دين لا يدعو إلى العنف ولا يدعو إلى أن يضطهد بعضنا بعضا أو يضطهد الأب ابنه أو تضطهد الأم ابنتها أو يتمرد الأبناء على الفطرة السليمة أبدا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ترى لما اشوف يا اخوان ولا اطيل الجماعة مزحومين، لما اشوف واحد يكون نشازا في تصرفاته وهو ممن يتقمص دور الدين في تلك الوظيفة أو في ذلك الموقع، ليس معنى هذا أن الإسلام نظمه أو قوانينه نشازة. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله كان عند جار مسيحي وعند جار يهودي، دار المسيحي تلاصق دار رسول الله ودار اليهودي تلاصق دار رسول الله، ما تسلق النبي دار هذا ولا دار ذاك، وما أخرج النبي صلى الله عليه وآله اليهودي من بيته عنوة أو قهرة أو قسرة، وكذلك ما صنع هذا مع المسيح، بل كانت هناك صداقة حميمة بينه وبين المسيح ومودة بينه وبين اليهود. أكو تصرفات تتصرفها الناس ترى لا تضيف إلى الإسلام، تلك تصرفات شخصية نجاز، وإلا الله شو يقول لرسوله وداعيته: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، من لم يقبل دعوتك من لم يقبل دينك أنت لست مكلف بشنقه أو ذبحه أو طرده من مصر أو وضعه للمقصلة أو هدم بيته أو مصادرة أمواله. يقول: وما تحرج الدين كما تحرج في الدماء والفروج، ما تحرج الدين في كل تشريعاته كما تحرج في الدماء والفروج. نجي إلى بعض الأدوار، التفتوا: ومن ضمن ركائز الأسرة وأعمدتها ومحاورها المهمة هي الأم. الأم، وما أدراك ما الأم؟ يقول شوقي: الأم مدرسة. كثير هم الأطباء والمهندسين وعباقرة البيان وعلماء الكمبيوتر وربما رواد الفضاء وقواد الطائرات يقولون أن الذي أنبت في عقولنا حب العلم ودفعنا إلى هذا العالم هم أمهاتنا، فيرى الأغلب من هؤلاء أنه كانت أمي هي ملهمي الأول إلى هذا العالم، وهذا أروع صور المعروف. الإنسان ما يتنكر لأمه وإن كانت عجوزا أمية،
أليس قواك وبنيتك من لبنها؟ أليس ما عندك من عينين وقلب وقوى وعضلات وموقع على الأرض وصوت وثقل، كل ذلك كان من لحمها ودمها؟ هذه ولا لا؟ نجيني يا عمي يا حبيبي، تركب لي منبر وتركب لي منصة وتقول قاصرة العقل هي التي أكملت عقلك. صارت الآن قاصرة العقل يا قاصر. الله يقول، شو يقول الله؟ واخفض لهما، كن ذليل كالعبد الذي ينتظر، مو قولا، ينتظر إشارة منها. ولو ارتميت على قدميها أو كفيها أو قبلت التراب الذي يتساقط من عليها لما لامك من رآك، لأنه صنيعا ما أروعه. عمي شوف، إذا أردت، إحنا شفنا هاي كثير ما نتكلم بيها، ترى الدين، أقول لك بشغلة، والله الجنة ينالها الإنسان ليس بصلاة الليل إن كان من المواظبين عليها، ولا بالنوافل، ولا بالجهر في الجهرية، ولا بالإخفاء في الإخفاتية، ولا 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 كثير سورة. والله يرى الجنة بكل أبعادها تحت قدمي تلك الحرة. لأن الرواية تقول الجنة تحت أقدام الله. كم أنت رائع إنسان قبل أن تكون إنسان، عندما تقلم أظافرها، تسرح شعرها، تقدم لها نعليها، تنهضها وتعينها على النهوض، تحضنها، تقدس تاريخها ومعاناتها وما قدمته لك، لولا هي لما كنت. هذه اللولا، لولا هي لما كنت. فلذلك شوف قالوا يقول فبها يكمل الدين، حيث أن الرجل إذا تزوج أكمل نصف دينه، وجعل الجنة تحت أقدامها إن هي أنجبت. أنا أب وأنت أب، والأغلبية في هذا المأتم الشريف آباء. التفت يا أخويا آباء، يقول وثواب رضاها أعظم من ثواب رضا الأب. ثواب رضاها أعظم من ثواب رضا الأب. وجعلها حسنة يثاب عليها أبويها، وجعل من له بنات ربيهم تربية صالحة ثوابه الجنة، ورفع عنها تكاليف الأعمال الشاقة، وجعل عملها البسيط كالعمل الشاق، وجهادها حسن تبعلها، وبيتها مسجدها، وحملها وولادتها لا يماثله شيء على الإطلاق. في آخر ما صدر من تقارير أفظع صور الموت، شنو صار؟ إجماع على أن أفظع صور القتل أو الموت هو حرق الإنسان حيا، حرقه وهو حي. ثم نسخ هذا التقرير المجمع عليه تقريرا أجمع عليه الكل، وهو موت المرأة في طلقها. انت شفت واحد يحرقونها وهو حي؟ يقول هذه الأم وهي في طلقها أو مخاضها أو في حال ولادتها ترى الموت وعلائمه وإماراته، تريد أن تدفع هذه الحياة أو هذه الروح
إلى عالم الدنيا، إلى معبل الحياة. ثم إذ رفع الطفل منها ووضع على صدرها وألقمته ثدييها هان كل شيء، هان كل شيء. بس أخويا تفت لي أخويا بس أم رضاعا ترضعه دمها حولين كاملين. ثم إذ تفطمه يترعرع أمامها ويكبر. لا يكون بعض الناس اللي سامحني الله يرحم يا يما ويرحم أمهاتكم، إدهم مثل يقولون أكو ناس بيعون اليوم الطويل باليوم القصير. إن شاء الله ما منه محد، ما منه محد هنا ياخذ لمرة وطير بها. تعال عمي هاي حلوة اللبن وين هي؟ أنسيت قدرها وكفاحها معك؟ أنسيت الليالي والآلام والمر والضنك؟ أنسيت سح زوجة ولغى حقوق وشريكة الحياة وأم عيالك؟ لكن هذه أمك يا أخويا. لكن مع هذا اسمعني في ذات عمره، مع هذا وحتى وإن أعرض وأخذته الحياة اتفضلوا تفضلوا وأخذته الحياة في دوامتها يبقى هو العزيز الغالي عندها. أقول له لا، أكو مقطع يطلعون حق مرأة عراقية كشافين الأغلبية أن ولدها مودينها دار العجزة، يقول لها ادعي عليه، قالت لا يما لا يما، تكسر الخاطر الأم قلب هذا قلبا كقلب الأم لا تجد، والله لا تجد، وروحا كروحها لا تجد. ثم إذ فقدت هذا الولد وراح منها، راح منها أكثر من يقاسي ألم فراقه هي. مع احترامي إلى الآباء، لأنه من الأب نطفة ومن الأم دما ولحما وشحما وعصبا، ما أخذ كل شيء منها. الحسين ماذا يقول على الدنيا؟ بعدك العفو. لكن ايش حال ليلى؟ اذا الحسين هم معصوم ويقول على الدنيا بعدك العفو، ما حال ليلى؟ فلذلك يقول بعض الادباء على لسان الحسين: كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاضر. هذه اللولا يقول يا كوكبا، يقول هو ولد مثل الأولاد، ولد مو مثل الأولاد في قوامه وجماله وحبه وحبه له. يقول يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتى
بين جواره وجواري. فلذلك يقول حميد بن مسلم: رأيت الحسين وقد هرول إلى المعركة عندما وقع ولده، رأيته يهرول له: صف لنا. قال: كالطير المتكسرة أجنحته. ولده يقول: ورامى بنفسه عليه ووضع خده على خده وقال: ولدي على الدنيا بعدك العافية. وشفنا شفنا شوف غلات أبنائهم، لا زالت غلاتها الأولاد قائمة في قلوب هؤلاء الآن. يقول: يا ابن شلون العم جاك لو سايلت عنا وليل وليل الحزينة ترتجي ما يسال منا أكبر يا نور العهد يا معفر. شيمتني يا ابني ملا عطية أديب، وسكينة تقول: أخرجنا أبي في ليلة ذات برق ورعد، وكان أبي على فرس وبرقت السماء، فرأيت كريمته قد خالطها السواد والبياض. يوم طلع من المدينة أبويا يقول: والريح تلعب فيها، لكن يوم طبينا كربلا وجاب اخوي علي الى الخيام ومخلي علي في صدره، يقول: نظرت الى كريمه ابي فرايت البياض قد غزاها. شيب ابويا شيبتني يا ابني وخليت القلب ما افطر من عمك العباس ظهري يا علي ما أكبر أكبر يا نور بين الخيام من لا يبكي يتبعتم، واحنا على مشارف محرم
تسليما وحاتفني عليك الدغر الشر عدل اللي ما بجع يقولون لا أكبر قطعة جملة وصالة وحسين من عظم البلد ما قدر شالة من وصل صوتي العقيلة السعيد من اجتمعنا لسببه جاء في الأرض عن جنبيه أصعد بروحه إليك لقه من عندك مغفرة ورحمة ورضوانا اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله وعقبه على أهله ما عندهم عقل سامحني ما عند عقل يقول سامحني عقل قلب بلسان الحال صبري وادعيني وجمعي وسادة من التراب والسنين
يا واد يا حلوة اللبن يا واد شق ضريحي ولح ديني قالت شبيدي والعدة دم المطية أني ضعيفة مدوب قلبي مصابك بعدك شباب وما تهمس شبابك عريس يا ابني ومن دم نحراك اخضابك شخصك قبالي كل صبح ومسيا إلى روحي وأرواح شهدائنا وخدمة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة تسبق والصلوات على محمد وآل محمد.